لقبت بامرأة البرية، أين تحمل أواليها الخشبية لتطبخ بين أحضان الطبيعة مرات كثيرة بوحدها، وأياما أخرى رفقة رياضيين محترفين في مختلف الرياضات الجبلية. متحدية بذلك النظرة التي تقول أن هذا النوع من الشغف يخص الرجال فقط. نتابع قصة نجاح الشابة رؤية في هذه الحلقة. أكبر خطر تعرضت له كانت أول مرة في حياتي صارت لي، كنت موالف نشوفهم من بعيد، بصح هذيك الخطرة كنت وحدي في الغابة وخرجوا فيها زوج ديابة. أنا ما دوكا نعرفوا باللي الدي بيكون خطير بزاف في الشتاء من يجوع، في الموسم تاعو هذاك سما كاين الأكل، وما كيما رحت أنا كنا في أجواء ربيعية خريفية بيناتها، تما كاين سوتو كي نروح الغابة دي فوا نخلو اللحوم نخلو صوالح تما يقدر مين يجيب الماكلة. كنت في وحدي في الغابة مفرشة، سمعت الحس، حسيت بلي واحد يمشي. دوك حنا في الدومين هذا لازم تخدمي زوج حواس، عينيك والسمع، لازم تولي بزاف تسمعي بيان، كيكون الهدوء التام لازم تعلمي ودنك باش تسمعي غاية وتشوفي مليح. سمعت الحس، حسيت بلي واحد راهو جاي يتمشى من جهتي، قلت بالك واحد من النادي تاعنا لانه انا بعدت على الكون تاعنا بزاف. في مالي حليت عينيا لقيت في مالا وذكر تعذيب مقابليني، نط لقيت قدامي عصا ربطتها، في مالا هربت وبصح الذكر والو، حتى عيط الرئيس النادي هو اللي جا باش راح. بصح ماشي خاطر، هي يقدر يدير يقدر يبليسيك يقدر، مي الذئب الافريقي معروف بصغر الحجم تاعو. هاد لي كومونتير كيفاه ومزال كي صغيره وكيفاش خدي هاد الدومين وش داك صعيبه بزاف على مرا، سوتو انتيا بنت صغيرة. بصح بالعكس الإجابة تاعي أنه هاد الهواية أنا أهواها من الصغر، تعلمتها من الوالد تاعي اللي دايما نقولها ونعاودها، طبخ في البرية تعلمته من الوالدة، والترحال والتجوال وهاد الصوالح تعلمتهم من عند الأب تاعي، كان يدينا بزاف الحمامات المعدنية، هو الأول اللي زرت معاه الصحراء الشرق الغرب وسط الجزائر، إتما هي اللي حفزتني باش نبغي بلادي أكثر ونحاول نستكشفها. في البداية تاعي كنت نرد على هاد لي كومونتير، ومن بعد عرفت باللي تردي ولا ما ترديش نفس الشيء، يعني هذوك هما راهي في عقلهم هذيك الفكرة ما تقدريش تبدليها. والحمد لله أنا مادام عندي الدعم تاع العائلة تاعي ما يهمنيش أي إنسان خذ آخر، الحمد لله راني ندير في حاجة مليحة، حاجة نبغيها، راني نعرف ونطور بالسياحة الجزائرية الداخلية، وإن شاء الله السياحة تاع بلادنا توصل بعيد. كانت هواية وحبة حلم باغية نوصل لهنا، والحمد لله وصلت ولحقت وبديت نشري ماتريال غير بشوية. مالقري كنت صغيرة كان يقولوا واش راكي ديري وهاد الصوالح تاع مهابل وكيفاش تروحي الغابة وطفلة وهادو تاع الرجال الدومين تاع الرجال وما تقدريش عليه، مي ما لقيتش فيه صعوبات انا الحمد لله يا ربي، دخلت له وشريت ماتريال غير حبة بحبة حتى ولا عندي كاع الماتريال واللوازم لازمة باش نقدر نكون في برا ونروح نبعد. البرية تعلمته من الوالدة، لأن الوالدة عندها أراضي ديجا في الريف، تموت على طيب في الأرياف، كان عندها كوشة على برا، تعلمتني من صغر نفت الطعام، نطيب القهوة ونطحنها وجدة، عندنا الجنانات، يتما تعلمتها غير في الريف تاع جدي وجداتي تاع الوالدة تاعي، وهكا طورت روحي وليت حليت باجا، حليت فيسبوك، حليت انستغرام فريستايل فان لايف، وليت نطلع. البداية تاعي كانوا غير يديا، ما كنتش نوري وجهي،
كنت نطيب في البرية، نخرج مع لي جروب سورتو تاع لي فامي تاوي تاني كاين فيهم صغالي عندهم جروب، تعلمت معاهم نخرجوا. ومن بعد ما جست في عدة قنوات وفتحت قناة في اليوتيوب والانستغرام وحساب في الانستغرام، وليت عادي تما، وليت نقدر انه نوري وجهي لانه ماشي حاجة عيبة راني ندير فيها، وحاجة تشرفني انا وتشرف العائلة تاعي. خرجت وحدي ما بعدش على الدار غير ثم حدا دارنا، ثم ماشي بعيدة بزاف، عندي ساكادو دي فوا يحطني الاخ تاعي دي فوا الوالد، مي ما نطولش، عندي جورنية تما من الصباح لحشية ولا ندير فيها لي فيديو تاوعي، لانه كنت ندير فيديوهات برا، ندي معايا لي زانغريديون والمكونات اللي نسحقهم، شح نطيب، نحط لي الجوبرو الكاميرا تاعي اللي نحتاجهم. بداية تاوعي كانوا بتليفون عادي، كنت بتليفون نحط ونعاود نفيلمي نحط نعاود نفيلمي، بصح ماشي بعد على الدار. هنا وليت نخرج مع لي جروب ونقدر نحكم بلاصة وحدي. ومن بعد ما دخلت انضميت للنادي، تما وليت نخرج مع النادي لانه لازم عليا كي يجونا مبتدئين نعلمهم شحال بنت مبتدئه لازم تعرف كيفاش دير. بصح ما ننصحش اي بنت انه تخرج وحدها، خصوصا على تكون بعيده على دارهم، الا كانت منطقه قريبه نورمال عادي، ولكن اذا كانت بعيده بزاف ما ننصحهاش انه تروح وحدها، فيها ريسك بزاف وخطوره بزاف على النساء، وفي وطننا العربي هذا اجمع ماشي غير الجزائر. ثاني حلمي انه ندير حصص طبخ في البريه، باش اي مغامر ولا اي مغامره طالعين جدد واش يعرف يدي معاه، واش ياكل، واش يقدر يطيب على حسب الوزن اللي يقدر يرفده هو ثاني. بالنسبه ماشي اي وجبه نقدروا نطيبوها احنا في البريه، كاين سبيسيال، كاين وجبات سبيسيال ومكونات معينه لازم تديها معك، تعوضي بها البروتينات، تعوضي بها اي حاجه في بلاصه حاجه تقدري تديها، ما تخسرلكش كي ترفديها معك ساكادو كي تكوني رايحه لبلاصه بعيده. بالحق انا كي دخلت لهذا الدومين هما اللي ولاو البنات يتواصلوا معايا، لانهم كاين اللي تقول لي راكي تحققي لي في الحلم تاعي، راني نشوف فيك راكي عايشه الحلم تاعي. هي ماشي حاجه صعيبه، لازم تقنعي الاهل تاعك والاقارب، اللي هذه حاجه ماشي عيب ولا حرام شي اللي كديري فيه. وثانيا بعد ما وليت نتلقى بزاف اتصالات رسائل عند البنات، كيفاش راكي ديري، كيفاش نديرو نقدروا نضموا لي، كيفاش درتي، انا مد لهم نصائح، يسقسوني بزاف على واش يدوا معاهم ماتريال تاع التخييم، نمد لهم كاع الادوات اللازمه وماتريال لازم باش تروح تخيم في البرد، في الصيف، في الخريف، في الربيع، لانه كل موسم عنده ماتريال تاعو، بدلات تاعو، صباطو. هادو بزاف اللي يسقسوني عليهم، ويسقسوني على الخطورات الموجوده في الغابات. حنا ما عندناش خطوره بزاف في الغابات الجزائريه، عندنا الذئب الافريقي، الحشرات السامه، ولا الاكمه الافاعي، هادو هما اللي كاينين بزاف ايزيستو هنايا. ما كانش بزاف حيوانات مفترسه كما كاين في الدول الاوروبيه ولا الاسيويه. نقدم نصيحة للبنات اللي كيفي واللي حابين يدخلوا هذا الدومين ويستكشفوه، انه تغامري، بصح تغامري بحذر، ما تريسكيش، هذه الاولى. قبل ما تروحي لاي مغامره ولا اي بلاصه، تدي معك الماتريال، يعني الادوات اللازمه للتخييم. قبل ما تروحي وحدك لازم تكوني ديجا مكتشفتها مع وكالة سياحية، ولا ديجا مع لي جروب ولا نوادي تاع الرياضات الجبليه. ثالثا لازم تعرفي مع من تخرجي، ماشي اي جروب ولا اي نادي ولا اي وكاله سياحيه تقدري تخرجي معاهم، لانه لازم تحافظي على السمعه تاعك. بالك كاين دي جروب دوكا طلعوا جدد ما خاطيهم كامل دومان، اذا وسخوهما تلصق فيك، اذا حرقوهما تلصق فيك، ما تروح السمعه فيك.
الاخت رؤيا كما هي كما بزاف بنات يتلقاو انتقادات، ما حنا رجال نتلقاو انتقادات، مي هاد الانتقادات حنا نعتبروها كدافع نفسي ودافع معنوي باش الانسان يتقدم في النشاط هذايا ويزيد ديفلوبي روحو دو ميو زون ميو. وهذه هي يعني هادو هما لي كونساي اللي نقدر نمدهم انا لاي فتاه تمارس الرياضه، ولا ماشي غير ماشي لازم تكون الرياضات الجبليه، يعني اي فتاه تمارس اي رياضه راح تلقى انتقادات، ما نحبسوش هنا في الانتقادات هادو. انا نقدر نمد كونساي لاي فتاه انه الانتقادات هادو لازم يكونوا دافع نفسي ودافع معنوي، سينو الا شت روحك فاب دو بيرسوناليتي سي با لا بان من ديبي تخرج للتيران وتواجه الناس، سورتو المجتمع تاعنا صعيب بزاف.